نتعكم؟ اه اللي يسمع نتعكم دي يقولوا انكم بتدفعوا حاجه من جيبكم. يا عم فلوسك احنا عارفين انها فلوسك، بس فلوسك يا وادي اللي بتترمي في الارض. لا مش حرام، اطلعوا انتوا بس من دماغي وسيبوني في حالي والنبي. والله ما هتطلع من دماغي الا لما تنفس اللي في دماغي. ايوه ماما، اللي في دماغك ده اللي هو ايه؟ ها اللي في دماغك ده نتجوز واحده اكبر مني بسنتين؟ وايه يعني ما ان شاء الله يا رب تكون اكبر منك ب 20 سنه. ايوه 20 30 ما جاش حاجه يا ابني، الحاجات دي بتروح في الجواز، فرق السن ده بيروح خالص صدقني. وبعدين انت هتتجوزها على طول شويه كده وتروح قلبها وتتجوز اللي ببالك. ها ويقلبها ليه؟ هي وحشه دي زي فلقه القمر. يا جدعان يا جدعان حرام عليكم، يا جدعان حرام عليكم، ده ما فيش بيني وبينها حاجه، هتجوزوني واحده ما اعرفهاش دي خرصه. وبالي احسن لك، اوي احسن لك يا واد، هو حد يحسدك على الخرصه دي؟ مش بدل ما تجيب لك صداع نصفي كل يوم هتجوز ابنك واحده خرصه؟ يا ابني ايوه اقل ما في هطمن عليك انك عايش في هدوء. يهبل يهبل، هتعيش في هدوء، تخش بيتك